يسعد صباحكم عن جديد، وصار وقت فقرتنا الفنية المنوعة يلي بتحملنا الكثير من الأخبار الحلوة ويلي بتخلينا نروق شوي مع هدى. يسعد لي صباحك يا هدى. بونجور. صباح الخير يا هدى. بونجور ورد. أنا شفتي إيه بالفوتو مونتاج؟ شفتي ناس أخبارنا حلوة اليوم. إن شاء الله أكيد. يسعد صباحكم عن جديد، يسعد صباح كل يلي عم يحضرونا. أنا لو علي بلش كرمال ورد بأول خبر لناس. لا لا خليها مالك. خليني نخبي تماما. أول خبر معي للصراحة هو فنانة كلياتها بحبها، وأنا متأكدة ورد إنه كمان بحبها، هي الفنانة القديرة شريهان. شريهان 19 سنة غياب، عانت كثير، وحتى الإعلان يلي طلت عليه برمضان، يلي طلت علينا فيه برمضان الماضي، كان من أهم الإعلانات لسببين: الإنتاج الكبير يلي كان معمول ضمن هذا الإعلان، والسبب الأهم هو عودة شريهان بعد غياب 19 سنة. خلال هذا الإعلان حكت لنا فيه كل شيء صار معها خلال سنوات الانقطاع. حكت لنا حادث السير اللي صار معها عام 1989 إذا بتتذكروا، صار في عندها مشاكل بالعمود الفقري، وللأسف كمان حكت ولو بجزء بسيط عن مرض سرطان النادر يلي صابه، اللي هو ساب القناة اللعابية، وصار في عمليات إنه صار في مثل تجريف أو شيء للخد وللعين وجزء من الفك مثل ما بيقولوا الأسنان. الحمد لله على سلامتها مع البشر. أنا عملت لكم هيك مقدمة سريعة لحتى فوت بخبر الأهم. شريهان بعد هذا الإعلان حست إنه هي لازم تشكر مجموعة من الناس، صار عندها واجب، وهي وضحت هذا الشيء بصفحتها على انستغرام وقت نزلت هاي الصور، مجموعه الصور من الاعلان الماضي، وهذا المصور احمد المرسي. قالت له بشكل واضح انه انت في فضل كثير كبير منك علي لانك ساعدتني ارجع اطلع. نزلت له مجموعه صور وكتبت له بالضبط انه مثل طلبت من الناس انه انا لو سمحتوا بدي اعطي لحظه تقدير لهذا الإنسان، بدها تعرفنا بالتدريج على كل الأشخاص اللي كانوا ضمن هذا الإعلان، وبلشت بالمصور يلي وقفت أمام كاميرته ودائما عطاها إحساس بالفخر، إحساس بالنصر، إحساس بالقوة بعد معاناة 19 سنة مع مرض مع حوادث. فكان حست إنه هو أقل شيء ممكن تعمله شريهان للكادر كان موجود معها ضمن هذا الإعلان هي تعرفنا عنهم الشكر تماما وتعرفنا عنهم بشكل واضح. وختمت هاي الرسالة خليني أقول إنه أنت يا أحمد المرسي رجل عظيم ومثال مشرف للإنسان المصري المبدع والفنان. بلشت لنا بالمصورين، وأعتقد إنه الأيام الجاية حنشوف صفحة شريهان على انستغرام حتعرفنا على الكاست كله، الكاست يلي ورا الكاميرا يلي نحن بنشهرهم بعملنا بإنجازاتنا. نحن بنحاول إنه أسماء تكون لهم بصمة، لأنه أكيد هاي البصمة مشتركة، مو نحن لحالنا بنطلع. نوجه تحية للمصورين كمان وللزملاء بالكنترول، المخرجين، المصورين، البروديوسرية، مهندسين الصوت، كل الكادر اللي فعلا حتى نطل عليهم دائما بكل يوم. صحيح صحيح أكيد. شكرا لكل العاملين فعلا. هذا المجهود ما أنا مجهود شخص واحد، هذا مجهود تعاون أو شركة خليني أقول. ويمكن لهيك شريهان حبت تورجي هذا التعب خلال هالدقائق مين وراء كيف بيكون وراء. خبر التالي هو الخبر لمحبين الفنانة ناسي عجرم. ناسي عجرم آخر فترة رجعت مثل أغلب الفنانين للحفلات، رجعت للجمهور، رجعت لتعبر عن حبها لهذا التواصل. بصراحة مو بس ناسي عجرم، كل الفنانين، ويبدو ناسي عجرم عندها الحب زيادة، لأنه حتى هي ومرضانة ما رفضت هذا الحفل بمصر، وكانت متأكدة أنه في ناس كتير مشتاقين لها بمصر ومشتاقين لها حتى يسمعوا أهم وأحلى وأقدم وأجدد أغانيها. ولكن حفلة اللي صار بمصر من يومين كان في مشكلة بصوت ناسي عجرم، بحها متغير، وبصراحة يعني موضوع كورونا ما أنا منفصل حتى عن الفنانين، فهي وقفت عن المسرح وبررت سبب تغيير صوتها. أنا ما عم شوف شو قالت بالضبط للجمهور، وبنرجع لحتى نعلق شوي على الخبر. صوت شوية غير لأنه أنا مجنن اليوم. جيت ما عندي كورونا. يمكن هلا اي واحد فينا بتصيبه حساسيه، بيصعل سعاله، بيعطس عطسه، بيطلع هيك باللي قدامه والله ما معي كورونا يعني. وهذا الشيء واصل اكيد للفنانين، لانه ملايين الاشخاص او الاف الاشخاص عم يجوا يحضرون،
وعم بيكون في قلق، فهي وقفت وقالت ما عندي كورونا، وقبل ما اطلع على المسرح عملت مسحة بي سي ار وطلعت سلبية وانا مقربة شوي. يعني عادي، سلامتها اكيد مع البشر. اوكي اغلب الفيديوهات يلي انتشرت باين تغيير الصوت، ولكن يلي نفذها انه ما سعلت ولا سعلت. يلي نفذها من انتقادات العالم، وبصراحه مو بس ناسي عجرم، كثير من الفنانين عم بيعانوا من هذا الموضوع، وعم بيكون في لهم اخلاص اكيد ووفاء للجمهور يلي جاي يحضرهم. اكيد هن مرضانين او هن تعبانين، ما رح ومعهم كورونا تحديدا اكيد ما رح يطلوا. وقبل كل حفل باغلب الفنانين عم بيصير البي سي ار، وعم بيصير في مثل نوع من الوقايه تماما، لانه اكيد لسه ما رفع او ما راح فيروس كورونا، ولسه ضمن خليني اقول الوقايه من هذا او تماما. وانا اكيد جابت لكم شيء قديم لناسي عجرم، نسمع مقطع. اكيد اخترت اغنيه قديمه، ولكن ما فينا ابدا نتجاوز انه ناسي حاليا عم تنزل اغاني كثير جميله. مشكلتك الواحد تماما ناسي عجرم نمبر 10 غنيتين نزلوا يمكن، صحيح مشكلتك الوحيده وحبك بقوي، وعم تلاقي صدى كثير مهم، وكثير العالم عم بتحب الاغاني وناطرين اكيد تكفيه اكيد هدول الاغاني. ورد كمان يعني صاروا ما ينزلوا الالبوم كاملا، وهذا من نوع من الذكاء الترويجي وخاصه استثمار اليوتيوب وخدماته. فنحن بننزل غنيه بننطر شيء اسبوعين او شهر وبعدين بننزل غنيه ثانيه. تمام ورد، وهذا اسلوب صار له فتره عم يعتمدوه خليني اقول الفنانين، ما عم بينزلوا البوم كامل مثل ايام احساس جديد كان ينزل البوم او سي دي. تماما، ونروح نوصي انه بدنا هدول الاغاني العشر اغاني ضمن هذا السي دي او هذا الكاسيت. ولا لا هلا اختلف الوضع، صار في سوشيال ميديا، صار في انترنت، وصار في ترويج للبرومو والاغاني قبل ما ينزلوا، وناسي عجرم اكيد مع التطور وعم تلاحق هذا الموضوع. خبر التالي هي عن دانا عاصر حلاني. رح وضح ليش اخترت اليوم دانا تحديدا. دائما نحن الفنانين عم بيورجونا على صفحاتهم على السوشيال ميديا عندهم جانب مهم اللي هو العائله. أنا عندي عائلة بدي أدعمها، بدي أوقف بجنبها، ومو شرط تكون فنانين. ليش اخترت دانا اليوم؟ لأنه عاصي حلاني دائما بيقدم دعمه حتى لو بنته مو بالوسط الفني، ودانا غير ماريتا والوليد، ماريتا والوليد اختاروا الفن واختاروا الغناء مثل والدهم يلي تأثروا أكيد بهاي الموهبة وأكيد بالجينات الموضوع. أنا متأكدة إنه يلي عنده حدا بالعائلة صوته حلو فأكيد الجينات بتلعب دور بهذا الموضوع. ماريتا والوليد اختاروا هذا الموضوع او هذا الخط، ولكن دانا اختارت خط مختلف تماما. دانا نزلت على صفحتها، هلا بدي اورجيكم مجموعه صور على انستغرام، اختارت تروح على فرنسا لحتى تكمل هالمهنه اللي حبتها واللي هي انه تكون طباخه ماهره او شيف خلينا نقول، ونزلت مجموعه الصور وقالت انه هذا اهم قرار اخذته بحياتي. حتى صفحتها على انستغرام هي مليانه أطباق شهية، مليانة هيك خليني أقول حتى الطبخ فن برأيها وبرأي أكيد العالم يلي عندهم هواية بهذا الموضوع. فدانا بالعكس كان في كثير ناس داعمين لها، وأولهم عائلتها وأمها ووالدها أكيد، وحتى أخواتها. هو نوع من الفن مانو منفصل نهائيا. ولكن دانا من يومين قررت تعمل مفاجأة لأهلها برجعتها من فرنسا، وفعلا كانت مصوره فيديو من اول دخلتها على البيت. انا جابت لكم هذا الفيديو لنشوف رده فعل امها كيف كانت والوليد وماريتا، خلينا نشوف سوا. ترجع فجأة وتقول لهم أنا موجودة معاكم، وأساسا يمكن هي حلاوة السوشيال ميديا، عم تلقى لنا لحظات خليني أقول عفوية صادقة، وفعلا هيك بتصل وبتنتشر. فطبيعي خبر عفوي وبسيط يكون له صدى خلال الأسبوع يلي مضى وهدول اليومين يلي مضوا. خبر التالي هو كمان عن العيلة، يعني بصراحة رامي عياش دائما نحكي ومنأكد انه عنده اهتمام واضح جدا بالعيله.
بزوجته بأولاده. وبصراحة من يومين كان عيد ميلاد بنته أيانا وعمل لها غنية ونزل لها كمان مقطع على صفحته على السوشيال ميديا، وكانت بموجود مرته أكيد دليدا. أنا معا نسمع هالغنية يلي صممت خصيصا لأيانا ونرجع. يعني بتوقع فيروس كورونا اوكي وقف الفنانين عن الحفلات وعن الالبومات مثل الفنان رامي عياش يلي من فتره طلعت وقلت لكم انه هو عنده كان كثير تحضيرات، ولكن فيروس كورونا بعده شوي عن الاجواء وحاليا عم بيحضر اكيد لشيء جديد. ولكن في شق ثاني وايجابي اعتقد بانتشار فيروس كورونا هو تقريب الفنانين من العائله اكثر من العيله، عم بيقضوا وقت كثير طويل مع العائلة، فكان طبيعي وأقل شيء ممكن يعمله الفنان رامي عياش ودائما بأكد على هذا الموضوع أنه يقدم له لبنته أغنية بصوته. كان هذا أقل شيء وأحلى هدية أعتقد يعني بالنسبة لأيانا، يعني الفكرة كلهم عملوها بعياد ميلاد أو لما بيجيهم طفل جديد بيعملوا له غنية سبيشال، أقل شيء بظن الفنان يعمل غنية لابنه. عن جد والفكرة حلوة للصراحة. وحتى المقاطع انا جبت لكم مقطع كثير قصير، هو الفيديو كثير حلو يعني كيف عم ينقل هيك اجواء البيت خليني اقول مع اولاده بشيء هيك بعيد عن الفن يعني تماما. ورامي عياش ما تستغربوا ابدا يغني بعد فتره اغنيه مهرجانات، وحكينا ديك المره انا وياك من فتره، ولكن الشرط حابب هو تماما، ولكن اكيد تكون بتشبهه وبتشبه الستايل يلي بيطل فيه على الجمهور. حنرجع نشوفه بمسلسل بال 2021 بعد 2020 كان عنده هاي المشاركه، اوكي مشهد كان بسيط او مشاهد كثير قليله، ولكن عمل خليني اقول صدى كثير كبير بين جمهور رامي عياش مشاركته ب 2020. وانا جايبت لكم كمان اغنيه قديمه لرامي عياش خلينا نسمعها سوا. وطبعا كوني حكيت عن العائله والاولاد والبيت وكيف ممكن اغلب الفنانين بيهتموا بهذا الجزء، طبعا انا حابه بس هيك نوه انه نحن هذا الموضوع تحديدا وهذا الملف رح تشوفوه اوسع ضمن برنامج الاستوديو، حنفوت اكثر ضمن العائله خليني اقول وعلاقات الفنانين مع الاولاد. واخر خبر معي لليوم هي ما فيني بصراحه وقت شوف فيديو لكريستيانو رحمه ابنه لسيرين عبد النور مع والدته، ما بقدر ما اعرض لكم اياه. خلينا نشوف هالعلاقه يلي اغلب العالم بتحبها ودائما بيتابعوا سيرين وكريستيانو تحديدا لنشوف شو عم يتعلم كلمات جديده. خلونا نشوف الفيديو سوا. Say I love you mom. I love you mom. Say بحبك mom. Okay, say بحبك مام. بحبك مام. اي say بحبك مام. بحبك مام. اي اوكي. I'm okay. Give me a kiss. أمرني. Thank you. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. وين bye bye؟ هون. Say bye bye. Bye bye. I love you. I love you. يعني I love you يعني ما بعرف، أنا هذا الفيديو من مبارح لليوم وأنا عم حاول أني طلع كريستيانو كيف عم يحكي هدول الكلمات إن الأولاد كلهم بهذا العمر. البنوتات بميلوا للأطفال، بيحبوا شعور الأمومة، بيحبوا شعور الولد الصغير لما يبلش يحكي لما هيك يتواصل مع أهله. هيك بصراحة أنا قبل ما يصير عندي ذهب كنت أقول نفس الحكي إنه أكيد، بس وقت شفتها اكتشفت انه نحن بنصير مثلهم وبنصير بنحكي مثلهم، اكيد نور فهمان علي تماما هذا الموضوع. طبعا سيرين عبد النور حاليا عم تروج اكيد لدور العمر مع عادل كرام، ولكن سيرين عبد النور من الفنانات يلي عندها العيله اهم شيء، وهي بتوقف كل شيء كرمال عائلتها وكرمال زوجها واولادها. فاكيد يمكن هذا الجانب من الفنانين العالم بتحبه وبتحب تشوف انه هن كيف عم بيصير في علاقه بالبيت،
وان شاء الله رح نكون ضمن برنامج استوديو رح احكي لكم اكثر عن هي العلاقه. هيك خلصت اخبار يا ورد يعني. شكرا كثير لك يا هدى. شكرا يا هدى. شو رح تسمع هلا؟ كمان شيء قديم لسيرين عبد الله. يلا اليوم اولديز بات جولديز.